ودنا نسمعها. عندنا قصيدة في تعظيم رب العالمين، وفي مسألة اللي هي مرتبطة بالموضوع، قضية أنه فعلا نسهر بس على ما يحب رب العالمين وما أباح الله. يا سلام، يعني من منا ويعني سهر ويوم جاء تالي الليل قبل الفجر ذكرنا واحد تكفون الوتر، ترى أبرك ساعة. يا سلام يا سلام، ربع ساعة، يمكن خمس ساعات سهرنا، بس ربع ساعة نصف ساعة تجد هذا دخل غرفة هنا يصلي، والآخر راح توظف في المصلى وكذا، تجد ما شاء الله يعني إيمانيات عظيمة فيجي السهرة اللي سهرنا الحمد لله. سيعيننا الله كما قال شيخنا مسألة على صلاة الفجر بإذن الله، سيعيننا الله على صلاة الجمعة، سيعيننا الله على باقي الطاعات، سيجنبنا الله المعاصي والسيئات. وهذه في محبة الرسول كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يحببكم الله، مسألة محبة الله لك ترى عظيمة، ما بشيء سهل. الله ملك الملوك يحبك، نحن نفرح إذا قال واحد فلان اذكرك بخير في المجلس. أيوة، من هو؟ إما واحد له وجاهة في الحي أو خطيب أو تعال كيف لو يذكرك الأمير فلان الملك والوالي وكذا، فكيف إذا أحبك الله جل وعلا؟ الله، فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر. فلنعظم رب العالمين، نهتم بها، وهذه القصيدة تأتي في مسألة محبة الله. الله أكبر. قبلها يا أحبة مسألة الطاعة الحقيقية، محبة فاتبعوني يحببكم الله. الصحابة رضي الله عنهم، أعطيك موقفين يا شيخ قبل قصيدة أو ثلاثة في محبة الرسول. خلها اثنين عشان نوزع. ما في إشكال، ما في إشكال. هي سهلة سهلة. القبلة لما صلى الصحابة في مسجد القبلتين إلى الآن موجود في المدينة النبوية، كانوا يصلون جهة الشام شمال، يعني لأن المدينة بين مكة والمدينة. فأتى منادي: صلينا مع رسول الله قبل مكة. جاءت في آية البقرة، في سورة البقرة الآيات اللي جاءت: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالتف الصحابة: سمعنا وأطعنا. الله أكبر. الخمور لما نزلت، يعني أولا نعرف أنها نزلت يعني التحريم في الأخير، ما قالوا والله بنتأكد، إنما الخمر والميسر، فاجتنبوه. قال: اجتنبنا. فسكبت الخمور حتى جاءت في الشوارع من يسكبها على طول، لا تخلي شيء يبغضه الله ويكرهه الله، خلاص ننتهي منه. سمعنا وأطعنا. تعال الحمر الأهلية لما كانت مباحة ثم جاءت التحريم، وهم يطبخونها يا جماعة، الناس جائعة، وكبوه على طول، جاء التحريم انتهى ما فيه. فهذا وهم في حياتهم، هم في طبيعتهم. فلنكن في حياتنا. عزمنا ان شاء الله، عزمنا الليله ولا رايح القصيم؟ من اللي عازمك انت؟ انا في استراحه. جاي تنعزم ولا جاي تعزم؟ لا 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 لا، لانك انت مساله الاستراحه. خلاص الاسبوع الجاي موافقين؟ تم ابد تم عندك؟ تم عندي، حياكم الله. الشاهد انه بنسهر. لا رد لك سون هوا يا رب. طيب نجي للقصيدة حتى نعظم الله، حتى نعرف من هو الله جل وعلا، أو نعرف شيء من عظمة رب العالمين في هذه القصيدة التي قالها أحد الشعراء، ولعل أحد يعرف. أنا حقيقة ترددت في الأسماء، هل هو شاعر فلان أو فلان، لذلك لن أذكر اسمه، لكن جميلة في تعظيم رب العالمين. بدأ بها فقال: ربي لك الحمد العظيم لذاتك حمدا وليس لواحد إلاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. سلام. الآن أنا ما شفتك يا ربي، لكن أشوف أشياء تثبت أنك خالق الخلق سبحانه جل وعلا. سلام. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، يا مجري الأنهار عذبة الندى، ما خاب يوما من دعا ورجاك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض شفي وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، قل للصحيح يموت لا من علة، من من منايا يا صحيح دهاك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بالاصطدام، من يقود خطاك، قل للجنين اللي في بطن أمه، قل للجنين يعيش، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من الذي يرعاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكى لدى الولادة، من الذي أبكاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف يا ثعبان أو كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا
وهذا السم يملأ فاكا واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاكا بل سائل اللبن المصفى بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاكا وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت فاسأله من أحياكا قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاكا وإذا رأيت النبت الله يجيب النبت قولوا آمين يا جماعة وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده فاسأله من أرباك وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره فاسأله من أسراك واسأل شعاع الشمس يدنو وهو أبعد كل شيء من الذي أدناك وإذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله من يا نخل شق نواك وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب فاسأله من الذي أرساك وإذا رأيت النار شب لهيبها فاسأل لهيب النار من أوراك وإذا رأيت النهر بالعذب الزلال جرى فاسأله من الذي أجراك وإذا رأيت الليل يغشى راجيا فاسأله من يا ليل حاك وجاك وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا يا أيها الإنسان مهلا من الذي بالله جل جلاله أغراك فاسجد لمولاك القدير فلا بد يوما تنتهي دنياك وتكون في يوم القيامة ماثلا تجزى بما قد قدمته يداك فالله الله بالعمل الصالح يا أحبه ويا أخوه ويا أخوات ومستمعين ومستمعات ومن يتابعنا الله يجزاك خير يبارك الله يجزاكم جدا صح إنسان من قالها أنا حقيقة سمعتها من 30 سنة وأنا طالب فأحببت أن أحفظها هذه من أعظم القصائد اللي أثرت والله فيني في حياتي نفس الشيء ما زلت